القرآن العظيم هو كتاب الله تبارك وتعالى الخالد، وهي المعجزة العظمى لهذه الأمة، وهذا الشهر العظيم اختص بقراءة القرآن كما أنه اختص بتنزيل القرآن. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في قراءة القرآن في هذا الشهر الكريم. لذلك أحبتي علينا أن نجاهد أنفسنا وأن نستغل أوقاتنا في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى.